مساء الخير، اهلا بحضراتكم. كلام في السياسه. كلنا امبارح تابعنا الجلسه الافتتاحيه للحوار الوطني وانطلاق الحوار الوطني وحاله الزخم اللي ظهرت سواء في وسائل اعلام سواء في رسائل سياسيه على السوشيال ميديا. مش هنعيد في الكلام اللي اتقال، لكن مهم اننا نتوقف امام الرسائل اللي عكستها الجلسة الافتتاحية. وهندخل في الموضوع على طول ونرحب بضيوفنا اللي مشرفين برنامج كلام في السياسة. معالي المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني والمنافس القوي إعلاميا بعد الجلسة الرائعة اللي أدارها باقتدار امبارح. أهلا وسهلا بحضرتك. شكرا، بس ما فيش منافسة ولا حاجة، احنا محترمين الاختصاصات يعني. دكتور علي الدين هلال، الوزير الأسبق وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، أهلا وسهلا وشاكرين تشريف حضرتك. أهلا بيك يا فندم. مهندس خالد عبد العزيز، الوزير السابق ومقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، أهلا وسهلا بسيادتك. أهلا يا أحمد، زيك. دكتور أحمد جلال، الوزير السابق ومقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أهلا وسهلا. أهلا أستاذ أحمد. وطبعا بنرحب بشباب كلية الإعلام ومنتظرين أسئلتكم بقى من دوائر النقاش. نبدأ على طول مع سعادة المستشار. أهم الملاحظات اللي حضرتك رصدتها بالأمس والانطباعات، تقييمك ليها. شكر طبعا على الاستضافة المتجددة، بنسعد دائما واحنا مع حضرتك. قرابة 2000 مصري، حضور عدد كبير من السفراء، متابعة ببث تلفزيوني مباشر، جلسة افتتاحية لجلسات الحوار الوطني بناء على الدعوة الرئاسية لترتيب أولويات العمل الوطني. الحضور كان كبير متنوع، من كل المحافظات، من كل الأحزاب، من كل النقابات، من كل منظمات المجتمع المدني، رجال وسيدات، شباب وأكبر سنا، مصر كلها كانت موجودة. ممثلة يعني. كانت موجودة. يعني بنرمز طبعا مصر 100 مليون. تمثيل أهم أبو العركات ممثلة. اليوم أنا شخصيا كنت على أعصابي، أنا والفريق بتاعي في الأمانة الفنية ومجلس الأمناء طبعا، يعني حقيقة كلنا كنا حريصين على نجاح اليوم. لكن كل اللي أقدر أقوله لحضرتك إن الناس كلها كانت مقبلة وفي أجواء إيجابية، والناس قعدت واستمعت وشافت روح جديدة. كل الناس بتتكلم فيما تفكر وفيما تتمنى، بتنظر للمستقبل، محدش بيقاطع حد. يعني أتمنى أن التنظيم الحمد لله، يعني رغم العدد الكبير، ضخامة العدد مع أنه هو جاي من قنوات كتيرة جدا، مشارب كتيرة جدا، ده يعني بيلقي أعباء إضافية في التنظيم الحمد لله. يعني ما سمعناش يعني شكاوى يعني كبيره يعني في الموضوع يعني. طيب في الاطار التنظيمي ايضا احنا خلاص دخلنا في الجد، متى تبدا الجلسات والبدايه مع اي محور؟ خلاص احنا جاهزين، احنا عدينا في مجلس الامناء جدول الاعمال، هو بس الاتفاق على في مجلس الامناء، هل هنعلن اسبوع باسبوع، هل هنعلن اسبوعين باسبوعين، هل هنعلن شهر بشهر. طيب البدايه يعني محتمل تبقى البدايه الحقيقيه يعني يا اما الحد اللي جاي يا اما الحد اللي بعده، الحد القادم او الحد لسه، بس يعني غالبا بتحسم مع مجلس الامناء. يعني هيبقى طبعا احنا متفقين ان احنا من الاول عندنا 3 ايام، حد وثلاث وخميس لحد دلوقتي يعني، لان المهندس خالد كان بيبص لي في الموضوع ده. فحد وثلاث وخميس اليوم الاول هيبقى يعني للمحور السياسي. تمام. مطلقا يعني اليوم الاول المحور السياسي، اليوم الاول المحور السياسي، اليوم الثاني المحور الاقتصادي، اليوم الثالث للمحور المجتمعي،
وعندنا الآلية المرنة ان احنا يعني نتحرك. برضو بأكد مرة تانية في يوم فاصل ما بين كل محور ومحور، تمام. هذا اليوم الفاصل متروك للتحليل والنشر وإعادة النشر والمناقشة وجمع ردود الأفعال، علشان دايما يبقى احنا عاملين تحديثات للموقف بتاعنا. دكتور علي، نعم. يعني قبل ما اتكلم في مجريات امبارح، يعني عايز استدعي ان حضرتك استاذنا، طبعا استاذ علوم سياسية، مؤكد ان بعض المصطلحات والمفردات في كلمة السيد الرئيس بالامس حضرتك توقفت امامها، لانها عكست بصدق رهان القيادة السياسية على الحوار الوطني. يعني أول حاجة الرئيس بيقول إن لديه يقين بأن مصر تمتلك من القدرات والإمكانيات والكفاءات التي تتيح لها بدائل متعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا. ثم بعد ذلك في فقرة أخرى إن التحديات عززت الإرادة تجاه انعقاد الحوار الوطني. يعني فلسفة الدعوة الرئاسية مبنية على يقين وإرادة. ثم بعض التوصيفات اللي استخدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجربة الحوار الوطني في الكلمة، يعني في أول مرة هذه التجربة الوطنية المحترمة، تاني مرة هذه المهمة الوطنية العظيمة، الرهان من القيادة السياسية بهذا الشكل على الحوار الوطني، حضرتك بتشوفه إزاي؟ أنا أتوقف أمام عدة كلمات مفتاحية. الكلمة الأولى حديث الرئيس عن الاختلاف والتنوع. الكلمة الثانية مكونات الأمة المصرية. الأمة المصرية، المصطلح المصطلح المستخدم الأمة المصرية. لكن كلمة مكونات. الكلمة الثالثة مجمل ما أشرت إليه حضرتك، اليقين، البدائل، الحوار إلى آخره. ودعني أقول سطر أو سطرين على كل كلمة. الكلمة الأولى الاختلاف والتنوع. إذن رئيس الجمهورية عندما ينظر إلى الشعب لا يراه كتلة صماء، ولا أراه ولا يراه أناس يعني يرفعوا نفس الشعار إلا شعار مصلحة مصر، لكن شايف في تنوع وفي اختلاف، واستخدم تعبير الرؤى المختلفة. إن الناس دي، النخبة السياسية المصرية اللي كانت موجودة امبارح ممثليها، عندهم رؤى سياسية مختلفة. إذن المعنى الأول النظرة التعددية اللي هي مفتاح الديمقراطية. مفيش ديمقراطية من غير قبول التعددية. صحيح. ادي النقطة الأولى. النقطة التالية اللي بتأكد نفس المعنى مكونات. مكونات ايضا ان احنا كمجتمع في مكونات مختلفه، في عمال، في فلاحين، في طلبه، في مثقفين، في طبقه وسطى، والمكونات دي كلها يمكن ان تتمايز وتختلف مصالحها. الحاجه الثالثه مجمل اللي حضرتك بتقوله معناه إيمانه بأن الحوار هو طريق التقدم. أن الحوار، أن التقدم أو الجمهورية الجديدة اللي نتطلع إليها واللي هي مش موجودة، أنا في بعض الناس بسمعهم بيتكلموا وكأنهم بيصفوا أمر واقع. رئيس الدولة عمره ما قال هذا الكلام. رئيس العمل يقول دي أمل وحلم وأمل. الطريق إلى الطريق الله. إلى بالظبط. يعني أنت عايز تنسب كلام انت عايزه لسبب او لاخر وتنسبه لرئيس الدوله.
رئيس دولة الوكالة، احنا لسه شغالين في هذا المجال. يعني ايه شغالين في هذا المجال؟ يعني لسه ما خلصناش المهم، ويجوز عمره ما هنخلصها. يعني ان التقدم ده طريق مستمر، ما فيش دولة في الدنيا بتيجي تقف تقول الله انا خلاص كده تمام. ادي يعني اللي توقفت امامه وثقته الكاملة. انا بقولش عايز اقول بقى انطباع تاني، يعني اللي عايز يعني عايز اقول كده اهو، لو حكت المقالة هقول كده الكنز المصري. امبارح احنا شفنا الكنز المصري، شعب مصر، الكنز المصري بثرائه بتنوعه باختلافاته باحترامه للآخر بحرصه على مصلحة مصر، هو ده الكنز. وهذا الكنز يكشف عن نفسه كل ما تديله الفرصة. مفيش كنز انك يعني حتى من ناحية الكنز انك بتحفر وتلاقيه، هنا الكنز هو ان تسيبه يتكلم. فشوف الناس بتتكلم، شفنا الاخ نقيب الفلاحين بيقول ايه، والاخ اتحاد العام للعمال بيقول ايه، وشفنا الاحزاب بتقول ايه، وشفنا المعارضة بتقول ايه، وشفنا شخصيات عامة بتقول ايه. كل تحدث بشكل محترم، نختلف معاهم ونتفق معاهم، وكله اعلى قيمة الحوار. حتى اللي لسه يعني لديه بعض المطالب، بعض التحفظات، بعض الامور، ولكن الكل اعلى قيمة الحوار. انا بس كنت اتمنى بقى المستشار هيزعل مني اللي بقول كده، يعني الناس كبار السن اللي زيي تعبوا قوي، يعني اجتماع يقعد 10 ساعات ولا 8 ساعات، يعني لا حرام حرام. يعني ربنا هيحاسبكم في الاخره. شكرا لحضرتك، وحضرتك بدايه من وجهه نظرك يعني، بس هقول حاجه اقولها تستاهل. يعني لما الواحد يشوف اللي حصل انما ده تجربه رائعه. وانا ما جاتليش بكره امبارح الفرصه ان انا اشكر الناس، لكن طبعا المجلس الامناء والاخ ضياء والاخ محمود وكل فريق العمل، يعني عملوا جهد رائع. انا بس على المستقبل اللي انا فاهمه ان قبل الجلسات في اجتماعات بين اولا بين يعني بين انا وال11 شخص اللي انا بشتغل معاهم عشان ننسق مع بعضين، لسه ما حصلش. يعني مش معقوله اللجان والمقررين المساعدين، مظبوط، المقرر المساعد عشان الموضوعات بقى الفرعيه، مظبوط يعني. مظبوط. وبرضه قد يكون هناك تنسيق او تنسيق ما بين المقررين ككل ومجلس الامناء. تمام ان شاء الله. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. مع الوزير شرفنا ونسعد بلقاء حضرتك طبعا. أهلا من جديد. يمكن المحور الاقتصادي، ورغم تحفظ حضرتك ايضا بالامس في الحديث، بس المحور الاقتصادي هو النهارده يمكن من اكتر الاشياء اللي هيتفاعل معاها الراي العام لاسباب كثيره للغايه. إشارة الرئيس بالأمس في كلمته بدعوة المجتمعين إلى اقتحام المشاكل والتحديات، هل ده بيسهل أو بيعمل أريحية أكتر في المناقشات الخاصة بالمحور الاقتصادي؟ مش عارف أقول لك إيه بالظبط. يعني أنا دايما أقول السياسة هي اللي بتقود الاقتصاد، ومع ذلك بلاقي الناس بتقول لك لا عايزين الاقتصاد لانه دي الحاجات الملحه في الشارع. افندم انا مختلف، معلش، ما من حقك يا دكتور علي، ما احنا في اطار حوار يعني. والخلاف لا يفسد للوطن القضيه يعني. تمام. لا يعني خليني اعمل كام تعليق كده. اولا التعليق الاولاني، انا كنت سعيد جدا بالمداخله بتاعه السيد الرئيس. ربنا يخليك حبيبي، لانه يخليك ويبارك فيك، بتعطي زخم وبتعطي تعبير عن ان الاراده السياسيه بتقف وراء هذا الحوار. وحضر يعني من غير هذه الكلمه انا اعتقد ممكن يعني المسائل ما تبقاش ملمومه. انت عايز تطمن انه انت بتشتغل انه في اراده سياسيه ومسانده لاخراج افضل ما يمكن ان يتحاور حوله الناس، وانه في امل على الاقل في تنفيذ بعض
التوصيات اللي هتخرج، إن ما كانش كلها، إذا اتفقنا على أنه كمجموعة كبيرة من الناس ممثلين لأطراف كتيرة من الناس، إن في توجه في كيفية إدارة السياسة سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، أعتقد إن يعني وجود السلطة بهذا الشكل في كلمة الرئيس، أنا أعتقد إن ده يعني حاجة مهمة جدا، لأنك ما بتكلمش نفسك، أنت لا تتكلم من أجل الكلام، أنت بتتكلم من أجل الخروج برؤية تدفع مصر من النقطة دي للنقطة اللي قدام شوية، وما تقدرش تعملها كمجتمع بتكلم نفسك وبس، لأن هناك حكومة بتفعل أو لا تفعل ما يطرح أيضاً عليها، وبرلمان أيضا، وبرلمان طبعا يعني أنا قصدي مؤسسات الدولة بشكل عام، لأنه هي مش بس طرف واحد. فأنا الحقيقة يعني كنت سعيد جدا بالتنوع اللي موجود في القاعة، والحياة التنظيم بتاع أخواننا أستاذ محمود وضياء شاطر في الكلام زي تلميذ دكتور علي، يعني هما الاثنين شطار في الكلام، احنا بقى بتوع الاقتصاد بصراحة على قدنا، يعني بنفك الخط زي ما بيقولوا. طيب على كل هاخد حاجة. هاخد انا عفوا حضرتك اكملت جملتك ولا انا كنت هكمل حاجه يعني عجبني التنوع من ناحيه ما قيل، يعني تساؤلات عمرو موسى في غايه الاهميه، تركيز حسام بدراوي على فكره الدستور واحترام الدستور، وانا اعتقد انها في غايه الاهميه، حتى اخونا فريد زهران لما قال انه جاي غصب عنه، انا شايف ان ده مفيد، لانه هو اعلى قيمه الحوار، اعلى قيمه الحوار، وده مهم في حد ذاته، وانا اعتقد ان ده فيه قدر من الصدق يحسد عليه يعني، او يحسب لي مش يحسب عليه يعني. وطبعا الكلمات الاخرى الحقوقيه وغير الحقوقيه والاحزاب المختلفه وكل حد بيقول انا شايف ان ده الحقيقه حاجه يعني حاله في منتهى الحيويه، وانا اعتقد ان مصر هي المستفيده في الاخر، كل ما يتم التفاعل بين الاطراف المختلفة فيما بينها وأيديولوجيات مختلفة وتوجهات مختلفة، إنما أرضية صالح الوطن هي اللي كل الناس بتسعى ليها، أنا أعتقد إن دي حاجة كانت بديعة يعني. أنا استمتعت، تعبت زي الدكتور علي، لأن أنا بنتمي في الفئة العمرية اللي هو بينتمي ليها، أو يعني مش بعاد عن بعض قوي، إنما في نفس الوقت الحقيقة استمتعت للغاية، وكنت سعيد بالتواجد للغاية، وأنا ما قلت لكش حاجة عن الاقتصاد لغاية الوقت، لو عايزني اوقف هنا انا لا أوقف. منتظر لما حضرتك تنتهي خالص. طب انا خلصت الجزء اللي كنت التعليق الانطباع العام. الانطباع العام، الانطباع العام. لو تحب اقول لحضرتك عن الاقتصاد، كان في احصائيه اظن مش عارف حضرتك اللي عرضتها ولا مين، بتقول ان الاقتصاد بياتي في اولويه الناس قبل العرض اللي قدمه المستشار. انا رغم 38% من المقترحات كانت معظم الناس قلقانين على الجانب الاقتصادي، وهناك ما يقلق، بس عشان ايه نبقى امناء مع نفسنا في تساؤلات سيد عمرو موسى، حتى مع انه يعني هو قال ان هو سياسي ومارس السياسه لمده 50 سنة وما اعرفش ايه، انما لما جه يطرح التساؤلات، لانه بيطرح تساؤلات خاصه بالناس، فاسئلته زي ما كان قاعد، زي ما يكون كان قاعد معنا في الحوار سمعنا واحنا بنتكلم، لان الموضوعات التساؤلات اللي هو اثرها هي بالضبط الموضوعات المطلوب. محل النقاش في اللجان اللي تم التوافق عليها اوريدي، الدين العام، التضخم، الموازنة، القطاعات، الموازنة، كل ما طرحه السيد عمرو موسى موجود على مائدة الحوار وجزء من عمل اللجان اللي تحت الفرع الاقتصادي. يعني رغم ان انا مؤمن ان الاقتصاد حرفة زي النجارين، يعني يعرف يعمل باب النجار، الاقتصادي يعرف يعمل سياسة نقدية، سياسة مالية، سياسة تجارية، تنمية صناعية، يعني لما بسمع تعبير توطين الصناعة، يعني ايه توطين الصناعة؟ انت هتروح تديها جنسية وتجيبها؟ ما بتحصلش كده الحكاية. توطين الصناعة له أسس وله طرق في توطينها، لما كوريا الجنوبية حبت توطن الصناعة عملت حزمة من الحوافز المحددة اللي فيها حاجة اسمها سانسيت كلوز، يعني بتخلص بعد فترة معينة، وهي حاجة مؤقتة، احنا بنعملها وننساها، احنا عندنا رغبة ان نوطن صناعة السيارات من سنة 1960 لغاية دلوقتي. لا الصناعات، صناعة السيارات توطنت، ولا احنا كفينا عن استخدام تعبير توطين الصناعة. انا ليه بستخدم المثال ده؟ عشان اقول ان انك تعلن هدف ما نقطة البداية، لكن النقاش الحقيقي هو كيفية تحقيق هذا، وزي ما السيد الرئيس أشار إن في بدائل مختلفة، ده حقيقي،
ليس هناك في الاقساط طريقة واحدة لتحقيق هدف واحد، هدف معين. انت عندك طرق بدائل مختلفة وبعضها افضل من البعض الاخر، والنقاش ليس على الهدف، كلنا عايزين نفس الحاجة. هو السؤال اللطيف، كيف الصعب، كيف تركب جمل ولا حمار ولا طيارة ولا ولا قطر ولا ايه بالضبط يعني؟ ومش كلهم زي بعض، الجمل بيمشي على مهله، الطيارة بتطير بس يمكن ما فيش مطار في الناحية التانية، القطر ما حدش عارف هو الكمساري هيجي لك ياخد منك تذكرة ولا لا، او يحصل في عطل ولا لا. انا قصدي اقول، انا فاهم يا معالي الوزير، بس اذا بتسمح لي حضرتك طبعا، ان حتى السؤال ده ما بين اختيارات متعددة. يمكن الأسئلة الاقتصادية النهاردة أصعب، لأنها ستبحث عن الأدوات والوسائل اللي تحقق الغاية. أنا رأيي أن كل النقاش في دعنا في عندنا في المحور الاقتصادي تحت اللجان المختلفة يعني هيبقى مركز حول البدائل المختلفة. بدائل مختلفة، احنا ما بنتكلمش على تشخيص المشكلة، مهم انك تبقى عارف تشخيص المشكلة طبعا، انما حقيقة الحوار هي البدائل المختلفة وليه بديل افضل لمصر في هذه المرحلة بالتحديد من البديل الاخر، سواء بتتكلم على الدين العام ولا بتتكلم على الموازنة ولا بتتكلم على التضخم ولا على التشغيل ولا على الاستثمار الخاص او اولويات الانفاق العام. عمرو بن موسى استخدم تعبير فقه الاولويات، وده تعبير انا فقه. اعتقد أنا أعتقد أنه تعليق مهم، فقه الضرورة. فهي دي هي فقه الأولويات حتى في اختيار السياسات. مش كل ممكن تبقى سياسة ناجعة في وقت ما وليست صالحة في وقت آخر، ده صحيح تماما وعلميا كمان. فهو كل النقاش هيبقى على البدائل. طيب قبل ما أروح للمهندس خالد، بس لأن محور الاقتصاد ومن تسمية حضرتك في الحلقة اللي فاتت ومن جلسة النقاش في الأمس، حضرتك كنت بترتب أوراق المحور الاقتصادي، دمجت مجموعة من اللجان وحطيتهم تحت عنوان عريض، كيفية الخروج من الأزمة أو العبور الآمن من الأزمة. العبور الآمن من الأزمة. طيب فكرة مواجهة أزمة، هل معنى ده إن المقترحات هتتحرك بشكل مباشر ولا هتنتظر لتوقيتات بعينها؟ لو اللجان الخاصة بالجزء يعني حضرتك، العبور ده يعني بيدخل تحتيه سياسات النقدية وسعر الصرف والبنك المركزي، بيدخل تحتيه الدين العام، وبيدخل تحتيه برضو جزئيا الدين العام والموازنة والواردات يعني متحصلات الضريبية أو غيرها، على كل حال موارد الدولة وكيفية إنفاق مصروفاتها، كل ده جزء من ما يمكن أن يعتبر مشكلة آنية أنت محتاج تتعامل معها. عندك ديانين عايز تدفع لهم فلوس، محتاج دولارات علشان الناس اللي بيشتغلوا في المصانع عايزين يستوردوا مواد علشان يصنعوا بيها عشان ينتجوا للسوق المحلي أو يصدروا. أنت الموقف ده محتاج علاج سريع نسبيا، يعني ما ينفعش تستنى لغاية لما تصلح التعليم اللي بياخد 20 سنة. التعليم في غاية الأهمية، إنما تقدرش تخلي المشكلة دي على جنب وتتعامل مع التعليم أو الصحة اللي بياخدوا وقت كبير لغاية لما تعملها. فأنت لازم تعمل حاجة دلوقتي، البيت فيه حريقة عايز تطفيها، هو ده التعبير اللي أنا دايما استخدمه الحقيقة. وأنت لو ما احتفظتش الحريقة، الباقي الحاجات التانية مش هيبقى ليها موجود ولا ليها محل من الإعراب. على كل حال، فمهم قوي لو طلع بقى توصيات معقولة ومتسقة فيما بينها وممكنة وقابلة للتنفيذ، على الأقل يمكن طرحها على القيادة أو على الحكومة، ويبقى في تحاور، ولو بيتم توافق حولها يبقى ممكن تتطبق. مش لازم تستنى بقى الإصلاحات عشان تصلح مناخ الاستثمار الخاص وتجذب الاستثمار وتنمي الاستثمار وتحقق التصنيع وتنقل الزراعة نقلة نوعية، مش عارف يعني. فمش بالضرورة لازم كل الحلول تبقى مكتملة علشان تحلها. أنا رأيي إن الأولوية الأولى والكبرى والمهمة هي الناس بتشتكي، أول ما تسألهم هيقولك الغلاء هو رقم واحد، التضخم هو رقم واحد. حتى لما بيتكلموا في الإطار الاقتصادي، التضخم بيأتي على قائمة الشكوى، وعندهم حق، لأن ما يبقى دخلي ب
بيتناقص ب 40% في السنه. انا كنت بقبض 100 جنيه بيجيبوا لي 10 بيضات. السنه دي بعد ال 40% تضخم ال 100 جنيه دول هيجيبوا لي 6 بيضات. انا حضرتك اوضحت عفوا للمقاطعه يا فندم, بس حضرتك اوضحت في الحلقه اللي فاتت حتى التفرقات الخاصه بالتضخم, ان في تضخم مستورد صح. زي تداعيات الحرب وما الى ذلك. بتسمح حضرتك اروح للمهندس خالد عشان طولنا عليه. طيب مهندس خالد, يمكن احنا ممكن نقعد نتكلم في برامج او صح. نكتب في جرايد ان مصر من مرحلة صعبة جدا بتواجه ارهاب وظروف شديدة الخصوصية والاستثنائية واركان ودعائم الدولة في مرحلة تثبيت, ثم بتتنقل النهاردة لمرحلة حوار وتأسيس دعائم لجمهورية جديدة. أفتكر الانطباع ده عند حضرتك يبقى مختلف, لأن حضرتك كنت وما زلت جزء من هذا السياق في المرحلتين, في مرحلة المواجهة من ناحية ضمن الحكومة, ثم في مرحلة الحوار كمقرر لمحور من أهم محاور المؤتمر وهو المحور المجتمعي. هو ما فيش شك زي ما قال الاستاذ دكتور علي الدين هلال والاستاذ دكتور احمد جلال, وطبعا يعني بشكر جدا المستشار محمود فوزي على الجهد الحقيقه انا اتفاجئت بيه بصراحه يعني, ومستوى الجلسه الافتتاحيه الحقيقه انا ما كنتش متوقع بصراحه شديده يعني, ما كنتش متوقع هذا الامر. والانطباعات الاولى زي ما بيقولوا بتدوم طويلا تدوم. صحيح. او في ناس بتقول الانطباع الاول ممكن يكون هو الانطباع الاخير, لكن انا الحقيقه امبارح فوجئت, وكنت قاعد طول الوقت بصراحة يعني قريب جدا من الانبهار, لأني بصراحة ما كنتش متوقع هذا الأمر ولا متوقع هذا المستوى من المناقشات والكلمات والحقيقة يعني. لكن في نفس الوقت هذا الأمر أعتقد أن كل من تابع جلسات جلسة الحوار الافتتاحية امبارح أعتقد أن سقف الطموحات ارتفع جدا, وأعتقد أن الناس متخيلة أن لابد أن تخرج توصيات من هذا الحوار بشكل مفيد وبشكل يساعد في تحسين الحالة الحالية والمستقبل أكيد. بس خلينا زي ما قال الدكتور أحمد, في بعض الموضوعات تحتاج حلول سريعة, وبعض الموضوعات ربما يبان أثرها أو توصياتها على مدار متوسط, وهناك حاجات على مدار البعيد. فيمكن زي ما الدكتور أحمد قال والدكتور علي أنه برضو يعني حالة المواطن هي أول حاجة الناس هتبحث عنها, لان دي الحاله اليوميه اللي هو عايش فيها يوميا. فقبل ما كلمني على الاسبوع القادم كلمني على النهارده, قبل ما كلمني على السنه الجايه كلمني على الاسبوع فدي اول نقطه. النقطه الثانيه ان احنا برضو لازم نكون عارفين ولازم نوضح لكل مستمعين والناس اللي يعني طموحاتها ارتفعت, ان احنا في نفس الوقت في هناك حكومه وفي برلمان, فاحنا كل التوصيات اللي هتطلع دي في سياسات حطها الحكومه, فربما تتعارض هذه السياسات أو تتوافق أو نحاول تقارب, لكن إحنا دورنا توصيات فقط, والتوصيات دي سترفع وربما يكون سياسة الحكومة في حاجات متفقة وحاجات مش متفقة. فلازم في الأول وفي الآخر برضو نكون عارفين, ويكون الناس اللي بتتابع الحوار الوطني على جميع المستويات تعلم تماما أن إحنا لسنا جهة تنفيذ ولسنا جهة تشريع, إحنا مجرد جهة استشارية بنطلع بعض التوصيات عن طريق خبراء يعني كتير موجودين, أساتذة عظام جدا, خبرات كبيرة جدا بالمجال العملي, ناس درست في كل الظروف المختلفة, فهيجي يحطوا خبراتهم زي ما قال السيد الرئيس ووضح كده الدكتور علي الدين هلال مكونات المجتمع. فنتمنى أن هذه المكونات كل في مجاله يبذل أقصى مجهود عشان نطلع أفضل حاجة ممكن تطلع في ضوء الإمكانيات المتاحة, لكن لازم ده يكون يطلع برضه في ضوء الموارد المتوفرة حاليا للدولة. لكن أنا كل برضه هركز بقى السؤال بتاع حضرتك, طبعا تختلف المرحلة من 2013 ل 2018 عن المرحلة من 2018 و19 لهذا 23. في المرحلة الأولى كانت الدنيا طبعا إلى حد كبير جدا تحتاج إلى زي ما بيقولوا تثبيت دعائم الدولة, كانت الحالة صعبة, كانت الشوارع, وأنا تشرفت بزمالة الدكتور أحمد جلال في الحكومة الأولى حكومة الدكتور حازم بلاوي, وكانت الأمور تختلف عن حكومة الدكتور إبراهيم محلب, عن المهندس إبراهيم محلب, عن حكومة المهندس شريف إسماعيل الله يرحمه, عن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي. في كل مرحلة من هذه المراحل بيبقى العمل الوطني يحتاج
اسلوب يمكن مش هقول مختلف لكن متطور، او يعني على الاقل في تعديل عن يواكب التحديات بتاعت المحرر. بالظبط. من وجهه نظري ان السنوات الثلاثه او الاربعه الاخيره حصلت فيهم بعض المتغيرات اللي الدكتور علي هيقابلها فيه، لانها متغيرات سياسيه اثرت على الاقتصاد فهيقابله الدكتور احمد جلال في مناقشاته، اثرت على حاله المجتمع اللي ممكن نقابلها في اللجان المختلفه عندنا. فالامور السياسيه اللي حصلت في اوروبا والحرب مثلا الروسيه والاوكرانيه ربما تؤثر على الاقتصاد بشكل او اخر، ربما تؤثر على حاله المواطن، ربما تؤثر على حاله التعليم او الصحه او نقص الموارد. فهي في الاول وفي الاخر من وجهه نظري ان الحال التي يعني زي ما قالوا كده عززت الرغبة والهدف الأساسي من وجود حوار وطني، تشابك السياسة مع الاقتصاد مع الحالة المجتمعية في الثلاث أربع سنوات الأخيرة، وتزامن التحديات أيضا بالضبط نفس يعني كل التحديات المختلفة تزامنت في وقت واحد، فما كانش ينفع أنك أنت تشتغل باتجاه واحد، لابد أن تستمع إلى رأي خبراء كثير جدا، لأن الخبراء دول هم اللي عندهم استعداد يقولوا أن تأثير، يعني الدكتور علي يستطيع كأستاذ علوم سياسية يقول تأثير هذه السياسة على الاقتصاد، والدكتور أحمد يقدر يقول تأثير الاقتصاد ده على حالة المواطن وهكذا. فإحنا في الأول وفي الآخر مش محتاجين نوع واحد بس من الخبراء، أو مش محتاجين رأي واحد، إحنا محتاجين أراء كثيرة، لأن التحديات تشابكت وتعددت في ثلاث أربع سنين مختلفة. وده كان وجهة نظري أنه ده كان الهدف، أو زي ما قال سيادة الرئيس أن التحديات عززت الرغبة والملحة في بداية الحوار الوطني. وزي ما قال الدكتور علي وأوضح كده أن احنا مصر فيها كفاءات كثيرة جدا وكوادر كثيرة جدا وكنز زي ما الدكتور علي شرح وقال، فأنا موافق جدا على هذا الأمر، وشايف أن احنا نمتلك من الخبرات والقدرات والكفاءات ما تستطيع أن تقدم اقتراحات متميزة جدا، لكن علينا نوفر المناخ اللي يخلي كل واحد يعني يرغب في المشاركة ويحب يشارك وفي نفس الوقت عايز يدلو بدلوه في هذا الأمر. فدي علينا إحنا إزاي نقدر نوفر هذا الجو، وبالظبط وبشكل آخر نتيح هذه الفرصة، وعلى حسب الأداء اللي هيحصل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية والمقرر المحاور هيعكس على الناس هل هي فعلا ترغب في المشاركة في هذا الأمر اللي يبدو من شكل الجلسات وشكل الحوار أنه أمر ناجح أو قد يصل به إلى توصيات جيدة، أو هم شايفين فعلا حالة جادة حقيقية يعني مدعمة من السيد الرئيس ومن الأجهزة التنفيذية علشان ينجح هذا الحوار. أعتقد لو هذه المشاعر الصادقة وصلت إلى جموع الخبراء والأكاديميين والمواطنين والأفراد والنقابات، أعتقد أن هيبقى في يعني تأثير جيد جدا، وممكن التوصيات تطلع على المستوى الحادث الناس بتأمله. طيب إذا عفوا إذا بتأذن لي حضرتك في يعني سؤال أخير قبل ما نطلع فاصل ونبدأ ناخد أسئلة الشباب، حضرتك في تصنيفك للمشكلات أو التحديات يعني أشرت إلى بعض الأمور إذا جاز التعبير تحتاج إلى نهج استراتيجي وخطط طويلة المدى، وفي بعض المشكلات الآنية التي تحتاج إلى تعامل فوري. إذا سحبنا هذه الصيغة على المحور المجتمعي من وجهة نظر حضرتك، إيه القضية اللي محتاجة معالجة آنية الآن؟ طيب أنا عندنا في المحور المجتمعي ست قضايا فرعية: التعليم والصحة والزيادة، قضية الزيادة السكانية، الأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية، والشباب. دول الست لجان اللي موجودين في محور المجتمع. أعتقد من وجهة نظري أن قضية الزيادة السكانية أحد القضايا المهمة جدا الملحة جدا التي ستؤثر بشكل كبير جدا في المحور الاقتصادي وفي المحور السياسي. ده بشكل، فدي من القضايا الملحة. الحاجة الأخرى اللي شعرت بيها في المقترحات اللي الأمانة الفنية مشكورة قدرت تعمل لنا تصنيف لجميع المقترحات اللي زادت عن 180 ألف مقترح، لقيت أن المشاكل الأسرية أصبحت حاجة مهمة جدا، هي أعلى نسبة في الست محاور في الست لجان بتوع المحور المجتمعي، كانت مشاكل الأسرة والتماسك المجتمعي بما يخص بقى موضوعات الورث والمجلس الحزبي والقضايا الرؤية كل الأمور دي. ساعد في هذا الأمر أن الدراما المصرية خلال الفترات السابقة أظهرت بعض المشكلات بشكل
جدي شوية، الناس شافتها على الواقع فشافت التأثير مباشر، وطبعا الفن له تأثير كبير والدراما لها تأثير كبير على المجتمع، فشعر المجتمع أن فعلا احنا ما زلنا محتاجين إلى تعديلات تشريعية كثيرة في مجال الأسرة والتماسك المجتمعي وقضايا الزواج والطلاق وهذا الأمر. فأنا أعتقد أن موضوع الزيادة السكانية وموضوع الأسرة والتماسك المجتمعي هم أكتر اتنين هيبقى عندهم حالة ملحة. طبعا الصحة والتعليم والشباب والثقافة شيء مهم جدا، بس ربما تبقى الموضوعات بتاعتهم تحتاج إلى بعض الوقت شوية. طبعا فطبعا الدراما بتشاور على مشكلة، لكن السياق الدرامي ينحاز إلى البطل أو البطلة، لكن ما ننتظره من النقاشات هو الانحياز للمجتمع، ليس لحساب المرأة على الرجل ولا لحساب الرجل على هي المرأة. هي بتعمل رأي عام، لكن الخبراء بقى هم المفروض يحطوا الصيغ المنضبطة لهذا الأمر. طبعا. لكن هي بتعمل رأي عام. شكرا لحضرتك. يعني نخرج فاصل وبعد لا حضرتك تفضل يا فندم. فاصل عايز اعتذر لحضرتك كل المشاهدين والولاد الطلاب، لان عندي واجب عزاء. حضرتك بالله فاصل احنا الشريفين، يعني بعتذر لكم ولولادنا لان هضطر للانصراف. شكرا جزيلا. شاكرين تشريف حضرتك معانا في الوقت طبعا اللي فات استاذنا الدكتور علي الدين هلال. نخرج فاصل وبعد الفاصل يستمر النقاش. الحوار الوطني شكل جديد ورؤية جديدة ما عشناهاش بقالنا فترة وحقبة كبيرة من الزمن، ما كانش فيه تلاحم أو رؤى الناس لبعض الأمور اللي بنمر بيها. أمانة يعني دي مبادرة جميلة جدا جدا من السيد الرئيس، لأن فعلا إحنا كنا محتاجين حاجة زي كده من زمان، إن الناس كلها والأحزاب والمعارضة وكله يقول رأيه، والشباب أهم حاجة كمان، دي كنا محتاجينها فعلا للحوار. اولا الحوار مهم جدا في المرحله اللي احنا فيها دي، لان احنا محتاجين نقعد مع بعض ومحتاجين نتكلم ونوصل لنقطه التواصل. الحاجه اللي ناقصانا ان احنا يعني نسمع بعض اكتر، بحيث ان احنا نشوف وجهات النظر كلها، فاحنا كده بنزود يعني كل لما بنزود الاراء بنحل المشاكل اكتر. شايف ان مبادره الرئيس مبادره كويسه، يعني عشان نلم من تاني الاحزاب والجماعه تقف الشعب تتلم تاني. انا متفائل ليه طول ما في دفع كده وفي رغبه وطنيه صادقه لاستكمال العمل. طبعا انا متفائله بالحوار علشان الرئيس يقدر ان هو يسمع ويحل، هو عايز يحل، لو ما كانش عايز يحل طبعا ما كانش هيعمل المبادره دي عشان يسمع الاراء كل الاراء. يا ريت لو فعلا يعني ان الاراء دي هيتاخد بيها، اكيد هتفتح المجال ان هتتغير بيها حاجات كتيره. لو استمر الحوار الوطني بالطريقة والشكل اللي جميع طبقات المجتمع تشارك فيه، هيبقى فيه نتائج إيجابية والناس هتدرك بعض الأمور. الحوار الوطني مفيد جداً لبناء الجمهورية الجديدة. أكتر حاجة نفسي حقها الحوار الوطني إن إحنا يعني ننهض بمصر أكتر، نبقى متشاركين ومتحبين. خليكم متفقين وثقوا في القيادة السياسية، قيادة وطنية مخلصة بتعمل مصلحة البلد. أكيد أنا لو أتاحت لي الفرصة إن أنا أشترك في الحوار ده، في حاجات كثيرة شغلة تفكير الناس، ومنها أهم حاجة كمان الأسعار. إحنا أهم الموضوع لازم نتكلم فيها التعليم. مجال الصحة فيه مشاكل كتيرة جدا، يا ريت ننتبه للمشاكل دي، وأكيد باب الحوار لما هيتفتح أكيد هتظهر حاجات تانية كتيرة. الصناعة بقى والاقتصاد، يعني ده اللي احنا ده اللي الريس بيسعى ليه بقى له كذا سنة، وده اللي أنا نفسي بقى نشوف، يعني نبدأ نشوف بقى يعني نتائجه على مصر. يعني أكتر حاجة ممكن أتكلم فيها العنف اللي بيتعرض له المرأة، البطالة حاليا برضو دلوقتي المشكلة أساسية بنواجهها. من القضايا اللي ممكن نتكلم فيها مثلا قانون الأحوال الشخصية. نفسي لما يتناقشوا في مشاكل كتير، في مشاكل البطالة، التعليم، الصحة، والأسرة، تنظيم الأسرة. هي طبعا مصر اتغيرت 180 درجة. أحسن حاجة كلنا بقينا واحد وكلنا عايزين مصلحة مصر. في حجم إنجازات غير طبيعي في البلد، حجم إنجازات غير طبيعي. أحسن حاجة حصلت في مصر موضوع الطرق والكباري، وإن إحنا ما بقيناش بنشوف زحمة. الكهرباء مثلا، ممكن المواصلات، الطرق،
المباني الجديدة. أحسن حاجة إن إحنا بقينا قادرين نفيد البلد دلوقتي أكتر. الرئيس عمل الخطوة الأولى وعمل البنية الأساسية. الحوار الوطني يجي يكمل بقى خطوة الرئيس. إحنا في الجمهورية الجديدة وأكيد إحنا في وضع أحسن من الأول بكتير. كلنا هدفنا طبعاً إن إحنا نعيش في الجمهورية الجديدة وده اللي الرئيس بيعمله دلوقتي واللي إحنا كمان هنساعده إن إحنا نعمله. أنا شايفة إن إحنا فعلاً على طريق الصح. اهلا بحضراتكم من جديد ويستمر النقاش في كلام في السياسه. معالي المستشار هنتوقف امام اكثر من نقطه اذا حضرتك بتسمح لي. اول حاجه بالامس كان في اشاره يبدو ان حضرتك كنت حريص ان هي تقال في العلن امام الجميع في تقديرك اللي اعربته عن لاعضاء مجلس الامناء، حرصت ان انت تقول ان هم لم يحصلوا على بدلات او اي امتيازات ماليه. ليه تعمدت هذا الامر؟ لا هو يعني هي المساله كانت في سياقها الطبيعي، انا كنت بستعرض الحوار الوطني في ارقام. فعندنا 21 عضو من اعضاء مجلس الامناء اجتمعوا 23 اجتماع بواقع 250 ساعة. كل أعضاء مجلس الأمناء أولا يعني قامات كبيرة طبعا. وكلهم عندهم مناصبهم ووظائفهم وأشغالهم وأعمالهم. الحقيقة إن هم بيركنوا ده كله على جنب وبيجي علشان اجتماع مجلس الأمناء بيبذل وقت طويل وحاطط الحوار الوطني في أولوياته، على الرغم من إن أعضاء مجلس الأمناء لا يتقاضون أي بدلات ولا يتمتعون بأي مزايا مالية أو عينية مقابل اشتراكهم في أعمال الحوار، لا هم ولا المقررين العموم وهم وزراء سابقون وكلهم من ذوي المناصب والوظائف الهامة، وكذلك المقررين والمقررين المساعدين لكل اللجان. فبالتالي العملية كلها تطوعية، لازم برضو مكاشفة الرأي العام في هذه المسألة. طيب من باب المكاشفة أيضا، المنشغل بالشأن العام قد يتفهم مسألة إن الموضوعات المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمن القومي ليست مادة للنقاش داخل الحوار الوطني، ولكن البعض يمكن الصورة مش واضحة أمامه بالشكل الكافي، وظهرت بعض الانتقادات وتحديداً على السوشيال ميديا في المسألة دي. يعني ايه مش هتناقشوا الامن القومي في يعني ايه مش هتناقشوا الامن القومي في الحوار الوطني؟ اتقال ده فانا بنقله بس، ويهمني ان حضرتك تشرح. يا فندم معلش، يعني هي السياسة الخارجية، انا هكون يعني دقيق جدا في كلامي في اجابة هذا السؤال المهم. الامن القومي والسياسة الخارجية لها محددات، هذه المحددات دي محددات الدولة المصرية على مدار عقود. صحيح. وهذه لا تتغير، دي ثوابت الدولة المصرية. السياسة الخارجية والأمن القومي المصري فيها ثوابت. اتنين، أدواتها معروفة، الخارجية، القوات المسلحة، أجهزة الأمن القومي، فيعني وقنواتها أيضا معروفة. علاقات الدول ببعض علاقات حساسة، لا تتوافر للجميع المعلومات حوالين علاقات الدول. يا راجل انا هضرب لك مثال من واقع تخصصي القانوني، ده انت لو رحت ترفع قضيه، وده حقق الدستوري حق التقاضي مكفول، ووجد القضاء ان بها تماس مع اي عمل متعلق بالسياسه الخارجيه او باعمال السياده او ما يمكن ان يسمى بالاعمال السياسيه، بيقول لك لا معلش عدم اختصاص، لسبب بسيط، لانه لا تتوافر لديه المعلومات. ملفات الأمن القومي، ملفات السياسة الخارجية لا يمكن أن تدار إدارة جماهيرية. والسيد المنسق العام أمس أوضح أن أدواتها وقنواتها معروفة، وإلا هنبقى بنكرر يعني الاجتماع السري بتاع يعني مش عاوز أقول يعني سايب لسه انطباع سلبي إلى يومنا هذا وآثاره ممتدة. صحيح. أنا آسف يعني أن أنا أقول الكلام ده يعني وأذكر بيه يعني. طيب قبل بقى ما ناخد أسئلة الشباب وكمان نروح للسادة الوزراء،
حضراتكم بقى بتتلقوا المقترحات؟ هو معلش بقى هو يعني مفيش غيري في القعده دي ولا ايه؟ لا معلش زي سيادتك بس هي فرصه بصراحه يعني يعني ناخد معلومات يعني واخبار. حضراتكم يعني بتتلقوا الاراء والمقترحات، فده مش سؤال لو ليه ترتيبه فاتمنى على حضرتك ان انت توضح لنا ايه الترتيب الخاص بيه، لو ملوش ترتيب فحضرتك تعتبره في اطار التفكير المشترك. النهارده الحوار الوطني من اليوم الاول منذ دعوه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني وهو مستهدف اما بالهجوم او بالشائعات. طيب احنا هنبقى في حاله حوار ممتده 3 أيام في الاسبوع، لجان 113 قضية، آراء بتطرح، اختلاف في وجهات نظر، كل ده مادة أيضا للهجوم وللشائعات. هتتعاملوا ازاي مع الرأي العام عشان توضحوا له الحقائق بشكل سريع؟ يعني هل في التفكير ان يبقى في متحدث الإعلام يقدر يتواصل معاه يقول له ايه حقيقة مثلا إن لجنة التضخم في المحور الاقتصادي حصل فيها كذا أو كذا، إيه حقيقة إن في المحور السياسي فلان وفلان وفلان قالوا كذا وتم مثلا منعهم من إبداء آرائهم؟ يعني مادة تفاعل سريعة توضح المعلومة لو ده في الحسبان، وأيضا الإفادات اليومية وتعاقبها لوسائل الإعلام علشان توضيح الحقائق للرأي العام. شكر، ده سؤال كبير يعني. لو تفكير مشترك لو ملوش إطار لسه في الترتيب يعني. مبدئيا علاج الشائعة، وده تعلمناه منكم في الإعلام، علاج الشائعة يكون بتوفير المعلومة. طبعا. كلما توفرت المعلومة ما عادش في مجال للشائعة. حضرتك امبارح شفت الجلسة الافتتاحية الممتدة على مدار 6-7 ساعات كانت منقولة على الهواء مباشرة، وطبعا بنتقدم لإكسترا إكسترا لايف اتولدت امبارح يعني الحقيقة يعني كانت متابعة لحظية وفي مشاهدات كثيفة عليها. فعلاج الشائعة دايما بتوفير المعلومة، احنا هنبقى حريصين على توفير المعلومة. لائحة مجلس الأمناء ولائحة الحوار الوطني قالت الحوار علني، علني بحضور وسائل الإعلام والصحافة، لم يطلب أحد من الصحفيين والإعلاميين الحضور أو حضر ولم يقبل حضوره. ده هيتكرر أيضا في الجلسات النقاشية، ده رقم واحد. سنفعل ونزيد النشاط على الصفحة الرسمية للحوار الوطني على عظيم. وسائل التواصل الاجتماعي، لان ده سريع جدا يعني الحقيقه. امبارح الجهد اتعمل من فريق الاعلام جهد كبير، لان احنا بنعمل متابعه انيه ولحظيه. ده هيزيد طبعا مع الجلسات، بحيث ان كمان الصفحه الرسميه تعتبر مصدر مباشر لاستقاء المعلومه. هيبقى في نهايه كل يوم من جلسات المناقشات المتخصصه بيان بيطلع بيلخص في ما تم يوميا. في نهاية الأسبوع من كل يعني جلسات ثلاث سياسي اقتصادي ثلاث محاور، أيوة ثلاث محاور، ثلاث محاور ممكن يبقى في مؤتمر صحفي لو كان في ضرورة لذلك، ضرورة لذلك. لكن مكافحة الشائعة لا تكون إلا بتوفير المعلومة، وسنكون حريصين على توفير أكبر قدر من المعلومات بشكل لحظي وبشكل آني إن شاء الله. بس لازم نتوقع برضو حاجة بعد إذن حضرتك. هذا حوار، وحوار بين مختلفين في الأصل، صح؟ زي ما مجلس الأمناء أخذ شوية وقت عبر ما خدوا على بعض وفهموا بعض ووثقوا في بعض، ده برضو هيحصل في الجلسات المتخصصة، أو بناء منهج حواري بينهم. هيبقى السادة المقررين العموم والمقررين والمقررين المساعدين في اللجان هيبقى عليهم دايما ان هم يعني يحرصوا على ان الحوار لا يخرج عن موضوعه ولا ادابه. يعني هناك اداب وهناك موضوع، ممكن واحد يقوم يتكلم في موضوع غير الموضوع، يجب ان يتم يعني اللايحة هنا بقى. هنا دور اللايحة، اللايحة بتدي له كل الصلاحيات وكل الأدوات. ده إن شاء الله كله هنشوفه، لكن
الخلاف في الرأي لن يفسد الجلسة، كما أنه لا يفسد للوطن قضية زي ما احنا قلنا، لكن في النهاية لازم نتوقع يعني شوية جدل في الأول لحد ما الناس تتعود على التوافق القواعد. أو يحدث التوافق، لا لا كمان الناس تتعود على القواعد. بالمناسبة أنا هقول لحضرتك على حاجة، التوافق إن حدث ده أمر هايل، لكن إذا لم يحدث أدينا فهمنا بعض وسمعنا بعض. وكل هذا الجمع من الخبراء اقتحموا مشاكل تهم مصر كلها. وكمان كان الجميل الشعار اللي كان مكتوب بالأمس، مساحات مشتركة، هو ده غرض الحوار الأخير. كان ملفت جدا. لو سمحت لي قبل ما تنتقل، أنا كنت حابب برضو، افتكرت حضرتك برضو هتقولي إن حضرتك رايح العزة برضو. لا لا يعني احنا اصدرنا مدونة سلوك واخلاقيات بتتضمن بعض المحددات للحوار الوطني، انا بس حابب اذكر بها لان هيبقى عليها شغل الايام اللي جاية اكتر. يعني من ضمن البنود البند رقم 5 في المحددات العامة للحوار بتقول الاتي: الحوار الوطني ليس مجرد عملية اجرائية، كما انه ليس طقسا شكليا، بل هو حوار تفاعلي جاد من المنتظر أن ينتهي إلى توصيات ومقترحات عملية قابلة للتطبيق الفعلي في حدود الإمكانيات المتاحة وطبقا للظروف المناسبة وللمعايير السياسية والأمنية والاقتصادية والمجتمعية. طب نبسطها للمشاهد الكريم، مش هنتكلم المقصود المقصود إيه بأنه هو ليس طقسا شكليا؟ يعني إحنا مش قاعدين علشان نتصور على الكراسي، إحنا جايين نناقش مناقشة جادة ينتج عنها أفكار عملية وحلول قابلة للتطبيق في حدود إمكانياتنا اللي احنا كلنا عارفينها، واللي لو في حاجة خارج هذه الإمكانيات مهم جدا ان احنا نقول ايه مصادر التمويل ونعمل ده ازاي، وهو ما عبر عنه المنسق العام قبل كده. الحوار لن ينتج إلا مقترح بتعديل تشريعي، سواء قانون جديد أو تعديل في قانون قائم، أو تعديل سياسة حكومية أو إصدار قرار تنفيذي. تمام. الحوار ليس حوار تشخيص، إنما حوار نتائج إن شاء الله. إن شاء الله. الوزير احنا اتأخرنا عليك، بس كان مهم نستمع لكل الملحوظات دي. مستشار لأي وقت، وعايز أكد على نقطة هو قالها. فضل يعني أنا بأعول، هو يبقى دايما هيبقى في حد مش عاجبه اللي أنت بتعمله، ده مؤكد يعني دلوقتي وفي الحوار وعلى حاجات تانية وطول الوقت. هو اللي بيخلي خط الدفاع الأول والحقيقي هو فكرة العلانية من ناحية، وأنا عايز أضيف للكلمة العلانية دي شق آخر، وهي أنا مؤمن إن الإنسان المصري شديد الذكاء، ولما بيسمع رأي ورأي آخر بيوزنه وهو بيطلع برأيه. أنت بقى يعني لازم تقنعه، أفضل وسيلة لإقناع هو العلانية. من غير علانية أي حد تاني هيلعب هيشككه. فهو اللي انت قلته ده يعني أنا موافق معاه تماما، ويمكن من أحسن من أهم السمات هذا الحوار هو فكرة العلانية. تمام. دلوقتي بقى ممكن تسأل في الأسئلة. طيب كل الأسئلة دي لحضرتك. ليه كده؟ الشباب اهو. ايه يا شباب؟ سيادتك لومتني امبارح. وانا عملت فيكوا حاجة؟ سيادتك لومتني امبارح. كل الأسئلة سيادتك لومتني امبارح. ودي أسئلة المهندس خالد والأسئلة دي لحضرتك. طيب نبتدي بمهندس خالد. لا لا أنا بهزر. تفضل. الأستاذة سلمى أسامة فوزي، فرقة التالتة، كلية إعلام. الأستاذة شهد ربيع إسماعيل، فرقة أولى، كلية إعلام. أستاذة روان أحمد، فرقة تالتة، كلية إعلام. الأستاذ عمار عاطف، فرقة أولى، كلية إعلام. بيسألوا على هذه الأمور. أولا الأستاذة سلمى متوقفة أمام مصطلح حضرتك اللي هو أو تعبير حضرتك أن السياسة هي التي تقود الاقتصاد وليس العكس، فعايزة تسمع تفسير في هذا الأمر. الأستاذة شهد بتتكلم على تخارج الدولة من طب لا قطعت. ممكن تسمح لي ناخدهم واحدة واحدة لسبب فضل. لأنه الحقيقة هم مستقلين عن بعض. طيب فضل. الجزء بتاع علاقة السياسة بالاقتصاد، هو طبعا أي حد هيقول إنهم في علاقة تبادلية وتفاعلية، الاقتصاد بيأثر على السياسة والسياسة بتأثر على الاقتصاد، ده ما فيش شك في الحكاية دي. الناس اللي معاهم فلوس كتير في أمريكا بيمولوا حملات انتخابية لسياسيين علشان يحققوا رغباتهم، يعني يعملوا لهم قوانين وقواعد
تحسن من احوالهم. فمن المؤكد الناس اللي عندهم فلوس دول بيأثروا في السياسة. انما انا كان قصدي بالتعبير اللي انا استخدمته ان السياسة هي الاصل هو الآتي، ان عادة الاقتصاديين عندهم حلول فنية، يعني ايا كان الموضوع، اتكلمي على الدين العام، على الموازنة، على التضخم، على التشغيل، على البطالة، اتكلمي زي ما انت عايز، صحة، تعليم، هيطلعوا بحلول فنية. لكن ما يحدث مش بس في مصر، في اي حتة تانية، هي انه هذه المقترحات بتروح للسياسيين المنتخبين او اللي بيمثلوا الناس، وهم بقى بيغربلوا المصالح او قصدي الاقتراحات الفنية دي سياسيا. وفي كثير من الاحيان، عشان بس نبقى نتكلم دغري، السياسيين عادة بيبقى ليهم مصالح، يعني انا مثلا بمثل ولاية جورجيا ودول فلاحين، يبقى انا عايز كل الحاجات اللي تساعد الفلاحين عشان لما ادخل الانتخابات المرة الجاية ينتخبوني. فانا قصدي اقول ان السياسيين لديهم جماعات مصالح هي اللي بتساعدهم انهم يستمروا في مقعدهم، وبالتالي يحبوا يخدموهم. لو السياسيين بيمثلوا جموع الشعب هيختاروا سياسات بتمثل مصلحة جموع الشعب، والعكس غير، والعكس صحيح. إذن غربلة المقترحات في الشأن الاقتصادي بتتم عن طريق السياسيين، وبالتالي هيختاروا من، يعني لو عندهم ثلاث بدائل وعاجبهم قوي اللي قال سيادة الباشمهندس هو اللي طرحه، هياخدوا اللي هو بيقوله. فالسياسة هي اللي بتقود الاقتصاد بهذا المعنى. المقترحات الفنية في الشأن الاقتصادي بيتم غربلتها عن طريق السياسيين، والسياسيين لهم منطقهم في اختيار الأشياء. فإذا عايزة تصلحي الاقتصاد بهذا المعنى تصلحي السياسة، مش لأنهم هيقولون، السياسيين هيقولون إيه اللي يتعمل في الشأن الاقتصادي، إنما هم هيختاروا ما يعتقدوا إنه بيمثل الصالح العام من بين البدائل الاقتصادية. فهذا ده المعنى على كل حال. أنا خلصت من النقطة الأولانية. طيب السؤال الثاني من الأستاذة شهد، وهي بتتكلم في تخارج الدولة من بعض القطاعات لصالح القطاع الخاص، أو ما طرحته الحكومة فيما يخص وثيقة سياسة ملكية الدولة، وده هينعكس إزاي على حالة الاقتصاد؟ الدول بتعتمد، يعني في حاجات القطاع الخاص يعرف يعملها ويعملها كويس ويعملها أفضل من الدولة، وفي حاجات محدش يعرف يعملها غير الدولة، وعندنا التقسيمة دي. فأنت تدي كل، يعني ما يعني كل واحد يلعب الدور اللي هو شاطر فيه. لو كلنا لعبنا الأدوار بتاعة الآخرين بصراحة ما احناش نافعين. ففكرة تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية، أنا أعتقد أنه ده نوع من التعديل اللي مطلوب أو اللي كان مطلوب نتيجة أن الدولة في الغالب تدخلت في بعض الأنشطة اللي القطاع الخاص شاطر فيها، لكن الدولة هي الوحيدة اللي تقدر تعمل الطرق وتعرف تعمل الكهرباء وتعرف تعمل تليفونات اللي هي الأرضي والاتصالات وهي والمواني. في أنشطة اقتصادية القطاع الخاص غير قادر على انه يقوم بيها او بيعزف عن انه يقوم بيها. ليه؟ لانه العائد بتاعها دي بنسميها بقى في الاقتصاد العائد الخاص والعائد الاجتماعي. العائد الخاص اللي بيدخل جيب صاحب الفلوس، انما العائد الاجتماعي اللي بيعم التعليم، العائد الاجتماعي بتاعه عالي جدا. صحيح ان الافراد اللي بيتعلموا بيستفيدوا، انما الحقيقه ان مجتمع متعلم هو مجتمع فيه مواطن جاد ومواطن فاهم وبيمارس هو واجباته كمواطن في 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 اداره شؤون البلاد، وبينتخب يعني. فانا قصدي اقول فتخارج الدوله ووثيقه تخارج الدوله انا اعتقد انها نوع من تعديل تدخل في فتره سابقه في بعض الانشطه قد يكون كان من الضروري ان الدوله تقوم بهذا الدور في هذا الوقت. دلوقتي بنعمل نوع من التعديل، يعني بنرجع الأمور لنصابها. الدولة هتستمر تعمل الحاجات المهمة اللي هي بتعملها،
ويجب انها تعملها. وانا المره اللي فاتت في الحوار قلت ان اهم ادوار الدوله بالمناسبه في الشان الاقتصادي هو صنع السياسات وليس الملكيه. صنع السياسات لانها دي فكره العصا والجزره، وانه كتير المستثمر والمستهلك والمنتج والمصدر والمستورد كلهم بيمشوا ورا السياسات اللي الحكومات بتطلع بيها، يعملوا سياسات كده يروحوا الناحيه دي، يعملوا سياسات كده يروحوا الناحيه الثانيه. فدور الدولة كصانع للسياسات الاقتصادية أهم بكثير في تقديري من دورها كمالك. فيعني أنا أعتقد أنها نوع من التعديل. هو بس أنا قلت المرة اللي فاتت برضو حاجة أحب أعيدها، ياريت وإحنا بنتخارج نتخارج بشكل فيه الصالح العام بمعنى أوسع، وليس فقط أن عشان أجيب قرشين أسد بيهم قدر من الالتزامات اللي عليا. أنا أعتقد أن ده مفهوم شديد القصور للخصخصة. انت عايز تخصخص لان انت شايف ان حد تاني اكفأ في الادارة واكفأ في التصدير واكفأ في الموضوع الفلاني ده مقارنة بالحد التاني، وانت الدولة عليها مسؤوليات كبيرة. اكيد سيادتك اطلعت على الوثيقة، طلعت الانطباع اللي وصل لحضرتك مربط الفرس هيبقى في التنفيذ. يعني فكرة الكلام جميل الحقيقة، يعني ما هو موجود في الوثيقة كلام جيد، إنما بيتكلم على الملكية ولا ما بيتكلمش على دور الدولة في الاقتصاد. أنا رأيي الموضوع الأكثر أهمية ليس وثيقة ملكية الدولة، الموضوع الذي يستحق الكثير من النقاش من كل الناس المهمومين بالشأن الاقتصادي هو دور الدولة في الاقتصاد ودور القطاع الخاص في الاقتصاد. الموضوع الأعم ده أنا رأيي إن الدولة مفروض إنها تركز على الحاجات اللي عندها ميزة نسبية وهي الوحيدة القادرة على إنها تعملها، وتتخارج من الأشياء اللي القطاع الخاص بحكم دافعه إنه يعمل ربح تاخد منه ضرائب، سيبها له هو تاخد منه ضرائب. هو دي التركيبة الصح. لو كان في ظرف استثنائي تطلب إن الدولة تتدخل بشكل كان حتمي ساعتها أو ضروري أو كذا في وقت معين، لأن الحاجات دي القطاع الخاص ما يقدرش يعملها، ما يا اما ما يقدرش يا اما عازف يا اما الان سياسيا ان الامن ما كانش مستتب. في مرحله كانت استثنائيه كنا بنمر بيها، هذه المرحله خلصت، انا بتنقل لمرحله اكثر استقرارا واكثر امانا، ودعائم الدوله اوريدي موجوده والناس خلاص علما بحاجه. عفوا للمقاطعه يا فندم، يعني بتأذلي بس يعني الامر حضر في ذهني الان، ان حتى في مشروعات الدوله يعني كان كثيرا في افتتاحات المشروعات القومية يتم وفي حضور رئيس الجمهورية يتم عرض عدد الشركات المشاركة والمساهمة في التنفيذ. أنا في رأيي إن ده كان يعني كان ضرورة مرحلة، أفضل وسيلة للتعامل مع الأنشطة الاقتصادية هي إنك تفرق بين أنشطة بنسميها تريدبل وأنشطة نون تريدبل. الأنشطة التريدبل دي اللي تقدر تنتجها وتصدرها وتستوردها ويبقى فيها منافسة، بصراحة الدولة ليس لها دور في هذا الشأن. مربى وبسكويت ومش فاهم، لا الدولة ملهاش دور في الحكاية دي، ليست أفضل، ما عندهاش ميزة نسبية إنها تعمل ده، إنما الدولة تعمل صناعات ثقيلة من نوع حربي مثلا، أو تعمل مواني، أو تعمل مشاريع بنية أساسية من كل الأنواع، القطاع الخاص مش هيعملها. فأنت بدل ما توزع تشتت الموارد النادرة اللي عندك في أنشطة القطاع الخاص يعرف يعملها أحسن، بدال الأنشطة اللي أنت أشطر فيها ويجب أن أنت تقوم بها كدولة، يعني أنا رأيي أنك تركز على اللي أنت عندك ميزة نسبية. وفي نفس الوقت يعني استكمالا لوجهة نظر حضرتك، في نفس الوقت الدولة دلوقتي أتاحت من خلال مبادرة ابدأ تشجيع مثل هذه ده جزء الصناعات. أنت لا، ما فيش دولة دلوقتي بتعتمد على الحكومة كمنتج في كل الأشياء بصراحة، يعني الحكومة تنتج الأشياء اللي القطاع الخاص محجم عنها، أو العائد الاجتماعي بتاعها أعلى من العائد الخاص، أو ما فيش موارد عند القطاع الخاص، حجمها كبير قوي والقطاع الخاص ما عندوش هذه الموارد ومش هيعملها، وحاجة المجتمع تتطلب هذا. أنا رأيي إن الحكومة أفضل ليها وللجميع وللقطاع الخاص وللنمو بشكل عام
انها تركز على الحاجات اللي هي شاطره فيها واللي حد تاني مش هيعملها، وتسيب الحاجات التانية للقطاع الخاص. احنا طول الوقت نقول هنعتمد على القطاع الخاص، انما في بعض الشكاوى. تمام. طيب اخر سؤال للاستاذه روان، وهو سؤال ذكي جدا. استاذه روان مين؟ روان بقى دي فرقه ثالثه كليه اعلام، هي يعني بتتكلم ان خبراء اقتصاديين بيطلعوا يتكلموا واخبار وما الى ذلك عن الاقتصاد، وان هناك تحديات اقتصاديه، هناك مشاكل اقتصاديه، هناك ازمه. هي بتسال كيف يمكن طمانه الراي العام فيما يخص الاقتصاد؟ نطبطب عليه. ايه رايك؟ لا، الفهم مهم جدا. الوسيله الوحيده ان ابقى مطمن اني ابقى فاهم، واني ابقى عارف ان في امل في نهايه النفق. الاثنين دول، ابقى فاهم وابقى عارف ان في الاخر كده هوصل لحاجه. اذا ما شرحتلوش انا هوصله فين، وما اقنعتوش في الشرح بتاعي، مفيش امل ان الراجل يطمن او الست تطمن. فهو الشرح والاقناع. الشرح يعني يعني، وان الناس تبقى عندها امل في المستقبل. صعب انك تقولي كلمه تقنعي الناس وتطمنيهم في الاقتصاد. الاقتصاد اصله موضوعات كتيره قوي. يعني في ناس تقول لك انا اهم حاجه عندي التضخم واي حاجه تانية ما تهمنيش، وحد تاني يقول لك لا انا عايز وظيفه انا مش عايز حاجه تانية، وحد تالت يقول لك لا انا عايز بس ميه وكهرباء وبيت اقعد فيه، وكل القضايا دي تروس في مكنه واحده، وكلهم تروس في مكنه واحده. فطمأنتهم لن تأتي بإنك تقول لهم كلمتين قصيرتين كده وهم هيقتنعوا زي الفل. لا، محتاجين نقعد نتكلم ونعمل ونبقى مقنعين. يعني الناس الفهم هو أول طريقة طمأنة. أنا رأيي إن الناس أذكياء بالفطرة. أنا جاي من فلاحين، الفلاح المصري أذكى خلق الله. أنت بس هو بيبقى عارفها كده، هو بيبقى عارف وأنت بتضحك عليه ولا لأ. لو انت مش مقنع بامانه شديده عمرك ما هتضحك على الفلاح المصري. طب بالمناسبه دي بقى استشهد بمقوله العظيم توفيق الحكيم، ان ابسط فلاح في مصر تحت جلده 5000 سنه حضاره بيستدعيهم في لحظه الضروره. وانا متاكد من صحه هذه المقوله. طيب. بخبرتي البسيطه. تمام. نروح لمهندس خالد. معالي الوزير، سؤال من يوسف خالد حسين، الفرقة الأولى كلية إعلام، بيقول إزاي نقدر نشجع الشباب والمواطنين على التفاعل الدائم والمشاركة في مجريات الحوار؟ دائما الشباب يعني عموما، ده يعني كنا وقت ما كنت في الوزارة، هو عايز يشوف صدى للي بيعمله. يعني إذا هو بيديك رأي عايزك تشوفه بتناقش الرأي ده ولا لا. لو بيعمل مقترح عايزك تشوفه هو أنت خدت الورق ده سبته ولا خدت الورق ده درسته وشفت. فأنا أعتقد كل ما الشباب بيلاقي أن المقترحات والآراء اللي بتقدم على الأقل بيتم مناقشتها، بيتم الحوار حواليها، بيتشجع أكتر ويقدم حاجة بديلة، وزميله يقدم فكرة جديدة. لكن الحقيقة فكرة أن أنت تاخد المقترحات حاضر وهنبقى نبص عليها ونركنها ويحس ان مفيش اي حاجه تقدمت، ده بيخلي الشباب يعزف قليلا على هذا الامر. وده احنا شفناه في مؤتمرات الشباب الاولى حقيقه. يعني في مؤتمرات الشباب في الاربع سنين الاولى او الثلاث سنين الاولانيه كان كل الشباب اللي في مصر الحقيقه يعني على الاقل التفاعل المباشر ما بين الشباب والمسؤول، وعايز يجي وعايز يشترك في مؤتمر لانه كان في فعلا حوار وكان في مناقشه لكل المقترحات الموجوده، وكان هم الاحساس ان هم بيديروا كل الحدث. الفكره لانها نبيله وعظيمه اتطورت، بقت منتدى شباب العالم، وتم اعتمادها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الامم المتحده كمنصه عالمية في الحوار. ودي يعني مناسبة، هو عقد افتراضيا السنة دي، بس يعني مناسبة نقول ان هذه المنصة يعني نفتقدها ايضا كثيرا يعني حضوريا. لكن كان في الاول في تخوف طبعا، وكان في الاول في ناس يعني متشككة في ان ايه اللي ممكن يحصل. لما لقوا في اهتمام
وزي ما قال المستشار محمود انه في ناس بترد على كل كلمه بتيجي على الصفحه الرسميه للحوار، ده بيشجع الشباب جدا، واحساسه ان هو تفاعل مع جهه رسميه والجهه دي ردت عليه وبقى فيه نوع من النقاش والحوار، ده بيشجعه اكتر وبيخليه يعني يعمل عصف ذهني اكتر من كده ويقدم مقترحات جديده، وزمايله وقرايبه ومعاه في الدفعه كله يجي يتقدم يعني. السؤال الثاني من الاستاذ محمد عمر في سنه اولى كليه اعلام، وسؤال ايضا يعني ذكي للغايه يعني. فين الاستاذ محمد؟ طيب استاذ محمد بيقول ازاي اللجنه الخاصه بالتضخم تشتغل بمعزل عن اللجنه الخاصه بالتماسك المجتمعي؟ اغلب مشاكل الاسر دلوقتي هتبقى بسبب التضخم وغلاء الاسعار. سالت السؤال ده امبارح. والله اتفرج انت امبارح يا محمد طبعا. لا لا بس سيادتك انت سالته لي على فكره. هي كل الفكره من وجهه نظر يعني ان ان في تاثير من الاقتصاد على الاسره ده 100%، لكن ما هوش التاثير الوحيد. في تاثير ثقافي برضه، ومش مساله ان الاسره لازم يكون في حاله ماديه متوسطه عشان يبقى في بعض المشكلات، لا ممكن يكون في اعلى الطبقات الاجتماعيه وما زال في مشكلات وما فيش تماسك اسري، فهي مش علاقه طرديه ما بين وممكن تكون الاسره بسيطه وفي نفس الوقت في تماسك اسري، فهي في عوامل كتيره جدا بتؤثر على التماسك الاسري. طبعا الدخل والقدره الماليه احد العوامل المؤثره، لكن لها ليست المعيار الوحيد. لكن وده ان شاء الله يعني هيبقى في اجتماع بين مقرري المحاور، لان احنا ممكن جدا في مناقشه التعليم نستدعي احد خبراء الاقتصاد، لانه برضه ما هو التعليم ده محتاج ميزانيات، طب هل نقدر هنوفر الميزانيات دي ولا لا؟ في الصحه عشان نحسن الخدمات الصحيه احنا محتاجين ميزانيه معينه، فلازم نعرف تاثير هذا الامر على موازنه الدوله، فنستدعي احد الخبراء في الاقتصاد يحضر معانا عشان لما حد يطلب كذا يقول له دي خلي بالك محتاجه موازنه على كام سنه او نقدر نعملها ازاي؟ فانا شايف انها يعني نقطه مهمه جدا، لكن ربما تكون يعني مشاه الوحيده يعني. ان شاء الله يا فندم. ايضا معالي الوزير لو اذنت لي بعد اذنك، ايضا من حق اللجنه ان هي تستدعي اللجنه اللي شايفه ان في تماس في عملها، بحيث ان هيبقى زي اجتماع مشترك كده، لان الكلام هنا هيحتاج انه يبقى ارضيته واحده يعني. انا بس عايز اقول حاجه يا احمد مهمه جدا جربتها في حاجه عمليه، يمكن الشباب كان لسه صغير في ذلك الوقت. لما جينا ننظم بطوله الامم الافريقيه سنه 2006، ودي كانت واحده من البطولات اللي نجحت جدا ومصر فازت بيها، وكان في تفاعل كبير جدا شعبي بيها، وكانت يمكن اول بطوله للكابتن حسن شحاته والمنتخب، اول مره الاسر المصريه اولاد وبنات وامهات وكله بيروحوا مع بعض. احنا لما جينا بدانا في نهايه 2004 ولسه البطوله في 2006، كان في زي ما المستشار محمود بيتكلم وحضرتك السؤال الاولاني كان كده، شائعات كثيره جدا، تشكيك كبير جدا، لان اصلا استاد القاهره اللي كان هيتلعب عليه البطوله كان بقاله 4-5 سنين مقفول، وفي مشاكل في اصلاحه وفي ميزانيات متاخره، فقال لك اذا كان بقالكم 4-5 سنين مش عارفين تصلحوا الاستاد اللي هتلعبوا عليه البطوله، فاكيد يعني البطوله. وفضلنا طول الفتره، اذا بتسمح لي يا معالي الوزير عفوا للمقاطعه، الشائعات وقتها كان يعني بديتها برنامج بالليل صحيح. ولا مقال في جورنال تلفت الشائعات دلوقتي بتلف العالم كله في ثانيه. معلش بس لما كان بيهاجمك جورنال برضو كانت بتحصل مشكله كبيره يعني. نفس ما انت تقدر تدافع، لكن لما كمان بيهاجمك حد بتبقى. المهم فضلت هذه الشائعات وهذا التشكك طول الفتره، لكن اول ما بدانا في الفعاليات الفعليه زي ما حصل في جلسه الحوار الجلسه الافتتاحيه، بدأت الناس تحس لا في اختلاف. شفنا بقى على مدار الثلاث أسابيع بتوع البطولة إزاي الناس بتساعد على نجاح البطولة، يعني حتى الجماهير اللي كانت بتبقى في الملعب وفي وسط 60-70 ألف لما بيشوف كاميرا خارجية من صحفي أجنبي أو من مصور أجنبي جاي يصور، بيحاول بقدر الإمكان يظهر له أفضل حاجة موجودة عشان دي بتنقل لي. ليه؟ ده الإحساس إن الموضوع بدأ ينجح، إحنا كلنا مشاركين فيه. فأنا أتمنى إن الحوار الوطني يبتدي الناس تشعر بانه فعلا دي حاجه ايجابيه. لو بدا الشعور ده هتنسى كل مرحله التشكيك والاشاعات اللي كانت موجوده، ويبتدي كله عاوز يشارك في هذا العمل الناجح. فده تمنياتي ان ده اللي يحصل ان شاء الله يا فندم. طيب قبل بقى ما نطلع فاصل وناخد التعقيب الاخير من حضراتكم،
امبارح الحوار انطلق في اليوم العالمي للصحافة. زمايلنا في جريدة الوطن الدكتور محمود مسلم والزملاء الحقيقة انتصروا لمهنة الصحافة بإجراء بالغ الأهمية وإجراء هيبقى ليه ثقله فيما يخص التوثيق. جورنال الوطن أصدر كتاب الحوار الوطني الطريق نحو الجمهورية الجديدة. الصورة معانا يا كريم؟ تمام. الكتاب من 5 فصول بيسجل محطات الحوار، فتحرك مهم، وتزامنه كمان ان الحوار انطلق مع اليوم العالمي للصحافة، فالصحافة بتقول من خلال بقى زمايلنا في الوطن، الصحافة بتقول انا هنا اذا جاز التعبير. طبعا يعني احنا تلقينا هذا يعني المنتج بكثير من الترحاب. انا شفته وشفت بنوده وشفت المعلومات اللي فيه، يعني الحقيقة اعدت على اكبر درجات الدقة. والكتاب ده مرحلة اولى وفي مرحلة تانية، يعني الكتاب ده المرحلة الاولى من الحوار وفي مرحلة تانية. بنتوجه بالشكر الجزيل طبعا للوطن والدكتور محمود مسلم يعني طبعا، والزميل العزيز الدكتور محمود مسلم طبعا. طيب خلونا بقى نطلع فاصل فاصل، وبعد الفاصل الجولة الأخيرة من النقاش. أهلا بحضراتكم من جديد والجولة الأخيرة من النقاش. بس أستأذن حضراتكم نستقبل هذا الاتصال من الدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة الوطن ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ. مساء الخير يا دكتور محمود. مساء الخير يا أحمد بيه. إزاي حضرتك؟ أولا ألف مبروك هذا الإصدار اللي يمكن قلنا عليه هو الحوار الوطني انطلق في اليوم العالمي للصحافة، والإصدار ده يعني انتصر للصحافة في يوم وطني عظيم زي ده. الله يخليك. يعني خليني الأول أحيي شوفك وأحييك طبعا على برنامجك وعلى كل شغلك وعلى نجاح القاهرة الإخبارية في تغطية السودان وغيرها من الأحداث. شكرا. لكن الكتاب هو كتاب أحد إصدارات مؤسسة الوطن، وإحنا كنا حريصين إن إحنا نوثق هذا الحوار الوطني الكبير والرائع من وجهة نظري، وإن لأن التاريخ هيذكر إن هذا الحوار، وده الجزء الأول من الكتاب، وإن شاء الله لما ينتهي الحوار هنعمل الجزء الثاني. إحنا حبينا نوثق الجزء الأول اللي هو اجتماعات مجلس الأمنة كلها من دعوة الرئيس، اللي هو بعض الناس ممكن تكون يعني حاسة إن الأمر اتأخر، لكن المشهد اللي شفناه امبارح يدل إن ما كانش التأخير، كان التأخير ليه فوائد، وإن كان في شغل كتير بان امبارح. يعني كل الإجراءات سواء اللي أعلنها الدكتور رضيه رشوان حول ما يتم التحدث عنه أو ما لا يتم، أو المحددات ودول الناس راقبونا وشاركوا معنا، أو ما أعلنه المستشار الجليل المستشار محمود فوزي حول عدد ساعات العمل وعدد الحاجات والضوابط والشباب، وأنا عجبني قوي إشادته بالشباب اللي اشتغلوا معانا إن هم دول شباب مصر. كل الكلام ده اضطرينا إن إحنا نوثقه في كتاب، ولأن يعني التاريخ لازم إحنا اللي نوثقه مش حد تاني يوثقه. صحيح. والحمد لله الكتاب يعني جات لنا أصداء كويسة من كل العروض. وفرصة وانت يعني زميل لينا في الوطن منذ تأسيسها وصاحب اول منشط في الوطن. ايوه كتال سنة ايه. ايوه كنت اقول والله كنت ابارك لحضرتك طبعا العيد 11 للوطن طبعا، ودايما في ازدهار يعني. الله يخليك. لكن فرصة اللي انا اشكر الزملاء اللي عملوا الكتاب طبعا، الاستاذ احمد والاستاذ مصطفى رحومة والاستاذ محمد أباظة والأستاذة يسرى البسيوني والأستاذ محمد علي حسن، وطبعا الإخراج وكله للرائع والموهوب الدكتور أحمد محمود. طبعا الأستاذ يعني الدكتور أحمد محمود يعني هو الفنان الإخراج الصحفي في مصر طبعا يعني. طيب
دكتور محمود مسلم، بعيدا بقى عن الصحافة شوية، حضرتك متمرس في العمل السياسي من فترة ليست قليلة، أكيد كان ليك انطباعاتك الخاصة امبارح على المشهد وقراءتك للمشهد. يعني من وجهة نظري ان المشهد رائع، انك تضم كل هؤلاء الاطياف، ان يتوحد بكل هؤلاء، ان تكون الامور محددة، ان مفيش هذا الفصيل الاخواني الارهابي بالظبط، ان الناس كلها مجمعة ان هو مبقاش موجود في المشهد. الكلام اللي قاله الدكتور ضياء ان مفيش كيان رفض المشاركة في الحوار، في ناس المسافات السياسية والرؤى السياسية بينهم بعيدة جدا، لكن مع ذلك اجتمعوا في مكان واحد، كلهم اجتمعوا عشان خاطر مصر، كلهم اجتمعوا عشان خاطر يقولوا رأيهم بدون شروط مسبقة، بدون تحكمات، بدون يعني بدون يعني في طبعا دورة تنظيمية، لكن ما فيش حاجة مسبقة، ما فيش حاجة مفروضة، كل الناس بتتناقش، والمبدأ اللي أقره مجلس الأمناء ان يتم كل حاجة بالتوافق، انا اعتقد مبدأ ممتاز، ليس بالأغلبية ولكن بالتوافق. المشهد امبارح الجرأة اللي قال بيها الكلام على المنصة تؤكد او تؤكد لكل الناس المتشككين ان هذا الحوار هو حوار جاد، وان النظام لديه إرادة سياسية حقيقية لإجراء حوار والوصول به الى نتائج يتم تفعيلها على ارض الواقع. وانا اعتقد ان مبادرة السيد الرئيس السيسي الاستجابة لتوصيات مجلس الأمناء قبل ما الحوار ما يبدأ في أكثر من طلب، أهمهم طبعا الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية، ده دليل آخر على جدية النظام وإرادته السياسية في إجراء حوار وطني واستيعاب كل الناس وترجمة حقيقية للعنوان الذي قاله الرئيس السيسي أن اختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، يفسد للوطن قضية، يعني دي أهم حاجة، وما فيش حاجة بعيدة عننا. وأنا دايما أقول إن حتى الخلاف مع المعارضة غالبا خلاف مع أو على أولويات وليس خلاف على مبادئ أو غير ذلك، يعني في بعض الحاجات الناس أكيد وده أمر طبيعي المعارضة متفق عليها، بس خلاف على أولويات. فدي فرصة كمان، ليس فرصة كمان للمعارضة تقول رأيها بس، لكن فرصة كمان للحكومة والأحزاب الأغلبية إن هي تعلن ماذا كيف تفعل، لان يبدو ان يعني يبقى في طول الوقت حوار احنا عملنا كذا، لا ده محتاج تاكيد، مفيش عمل بيتم 100%، وبالتالي في فرصه حقيقيه للبلد ان هي لو في قرارات محتاجه تتحسن، لو في حاجه محتاجه بالظبط، لو في حاجه محتاجه تعاد. امبارح في كلام كتير عن تغيير قانون الحبس الاحتياطي، عن تغيير النظام الانتخابي، في اعتقد هيبقى في كلام كتير على النظام الاقتصادي والرؤيه الاقتصاديه في ظل الازمه الاقتصاديه اللي بنعيشها، اعتقد هيبقى في كلام كتير حوالين المشاكل الاجتماعيه في المحور المجتمعي، اللي انا عارف ان في بعض القضايا المجتمعيه محتاجه الى توافق مجتمعي، يعني ما نقدرش نعملها الا لو المجتمع متوافق عليها. صحيح. فاعتقد ان الحوار فرصه للتوافق حول بعض الامور الاجتماعيه والثقافيه ليتم التوافق عليها. فالمشهد امبارح ما اعتقدش ممكن البعض يكون متضايق من اشخاص معينه شافها او غير ذلك، بس هي دي طبيعه الحوارات، انما تبدا حوار جاد فلن يتم التصنيف ولن يتم الاختيار، بل بالعكس مساحه واسعه من المختلفين فكريا وسياسيا. حتى اللي عجبني كمان ان الحوار لم يكتفي بالسياسيين والاحزاب بس، ولكن ايضا هناك عدد كبير من الخبراء والاكاديميين ومن ممثلين المحافظات كانوا موجودين، ودول اعتقد هيعملوا اضافه مهنيه للامور اللي سيتم مناقشتها. طيب انا مش عايز اثقل على حضرتك، بس هي اخر حاجه، ومن الكلام اللي حضرتك ذكرته دلوقتي، مساله ان كل مكونات المجتمع، كل القوى السياسيه ما عدا الفصيل الإرهابي، احنا الشهر اللي جاي ان شاء الله، كل سنة حضرتك طيب، هنبقى 10 سنين على ثورة 30 يونيو العظيمة. فكده الرسالة اللي وصلت ان رغم مرور 10 سنين على 30 يونيو، كتلة 30 يونيو
مجتمع كتلة 30 يونيو، مجتمع على إن مصر هي رقم واحد، هذا الفصيل ليس جزءا من واقع ومستقبل مصر، أما كل شيء آخر يمكن إدارته بالحوار. يعني أنا بحييك جدا على هذه اللقطة، فعلا إحنا لما نحتفل ب 30 يونيو بمشهد 30 يونيو من أربع سنين من 10 سنين، يعني الناس اللي كانت موجودة في 30 يونيو كلها امبارح كل الناس تقريبا اللي موجودة مجمعة على 30 يونيو، وأخطر حاجة بتواجه هذا البلد بمختلف توجهاتها هو طيار الإخوان اللي لا شك فيه إن هو طيار زي ما بقول لك دي جماعة إرهابية خائنة، دي قناعة معظم الناس أو معظم المصريين، وإحنا متفقين إن هذا الطيار بقى عنده أزمة شعبية وليست أزمة سياسية مع نظام السير. وأعتقد إن الناس اللي موجودة مدركة ده، وهي دي برضو قيمة من قيمة الحوار، انك ما نسمحش لهذا الطيار او هذا الفصيل الكائن الممول ان هو يعني يحاول يوسع اللي هو بين المصريين. فهذا الحوار اللي امبارح او هذا التحالف الواسع امبارح واقرار الجميع ان لا وجود للاخوان فيه، ده يعني تاكيد جديد ان الكفايه قوي على الاخوان اللي عملوه في مصر، وان هذا البلد لن تسير. يعني عايز اقول لك الاخوان، بدون الاخوان او لو الاخوان موجودين ما كانش هيبقى فيه ولا حوار، ولا الاخوان انت عارف يجيدوا الصفقات ويجيدوا الابتزاز. فالتجمع امبارح وعوده تحالف 30 يونيو مره اخرى في هذه الصوره اعتقد صوره ترعب الاخوان. يعني اعتقد اكثر الناس امبارح حزنا هم الاخوان. طبعا دكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة الوطن ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، نشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة أو هذا الحوار، وكان مناسبة وكان لازم نبارك للوطن على هذا الإصدار. يعني للأسف الوقت جري كالعادة، والحوار مع حضراتكم وهذه القامات يعني يستدعي ساعات ممتدة، يعني قد تقارب ساعات اجتماعاتكم، مش هتبقى زيها بس قد تقارب. بس بشكركم شكرا جزيلا سعادة المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، شكرا جزيلا على تشريف حضرتك. دكتور شكرا يا فندم. دكتور أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني والوزير السابق، شكرا جزيلا على تشريف حضرتك. المهندس خالد شكرا يا فندم. مهندس خالد عبد العزيز مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني والوزير السابق، شكرا جزيلا لحضرتك. طبعا بنتقدم بالشكر للدكتور علي الدين هلال مقرر المحور السياسي واستاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره والوزير الاسبق، طبعا كان مشرفنا في الساعه الاولى من الحوار. كل الشكر ايضا لطلبة كلية الاعلام اللي اثروا النقاش باسئلتهم، ودايما ابدا ما فيش وجهة نظر صح وجهة نظر غلط، في وجهة نظر حضرتك بتتفق معاها او بتختلف، لازم انوه ان قناة اكسترا لايف هتتابعوا من خلالها على مدار 24 ساعة كل ما يخص الحوار الوطني من خلال اكسترا لايف، هي متفرغة لهذه المهمة، وطبعا من خلال تغطيات وبرامج إكسترا نيوز. دمتم في رعاية الله.